السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نكملو تتمة الدرس الحسابية التمارين. غنكملو غنعطيكم واحد التمرين وغنصحو. حنا كيف تعرفو حنا غنخدمو التمارين ديال الحسابية في الحسابات، وغنحاول نخدمو التمارين. تصنتو هذا التمرين عطيناك لك السؤال الأول. مغنخدموش أسئلة دابا، مش أسئلة لا نخدمو دابا. السؤال الأول قالك حل في إن المعادلة، نكتب لكم معادلة، أعطاكم جوج إكس إيكغيك زائد اثنان إكس زائد إيكغيك كتساوي 99. يلا نحلو. ملي كتعطيك حكم، اول حاجه اهم حاجه خصك دير هي انك تعمل هادشي اللي كندير لكم انا في هاد الفيديوهات الاولانيين. فقط هاد التمارين، فقط التمارين ديال السنه اولى بكالوريا علوم رياضيه. ما كاينش واحد فيكم ما كيعرفش يحل المعادلات، كونوا متفقين منا. انا التمارين كندير لكم فقط ديال السنه اولى بكالوريا. التمارين السنه الثانيه بكالوريا غندوزو، المهم راه نخدمو تمارين من السنه الاولى، مره من السنه الثانيه، المهم كل مره مناش نخدمو، مرة خدمو من الوطنية تكون، كل مرة مناش نخدمو، كون واري. دابا عطاك المعادلة، كي غدير لها نهار الامتحان، شوف، نهار الامتحان أنك خصك تعمل، شوف العامل المشترك، جوج إكس، جوج إكس عامل إيكغيك زائد واحد، زائد إيكغيك كتساوي 99، أش كتلقى؟ كتلقى؟ شوية كتلقى، كتلقى هنا كاين حدا إيكغيك كاين حدا زائد واحد، كتقولك هاد إيكغيك محداش زائد واحد، باش نعمل. ما كاينش حدا زائد واحد، عرفتي علاش؟ باش تكون القضية نشرك، وباش تكون القضية تصل إكس ناقص واحد عامل إيكغيك ناقص جوج كتساوي جوج مثلا، باش تحصل على هاذي، خاصك تصل على كتابة معملة، ديما تعمل تافقي، ألوغ هاد إيكغيك كتقول مزيداش حتى واحد، خاصني نزيد واحد، كتقول بغيت نزيد واحد، خاصني نقص واحد، كتقول بحال هاكا، جوج إكس عامل إيكغيك زائد واحد، زائد إيكغيك زائد واحد ناقص واحد كتساوي 99. تافي ملي كدير اش كدير؟ كتقول ها هو القاسم المشترك حصلنا ليه. اذا هاد واحد غنصيفطو للطرف لاخر، هي تولي جوج اكس عامل ايكغيك زائد واحد زائد ايكغيك زائد واحد كتساوي 99. هاد ناقصني غير يمشي للطرف لاخر يولي 99 زائد واحد، ناقص واحد يمشي للطرف لاخر ولا زائد واحد، 99 زائد واحد هي 100. باينة هنا فين هو العامل المشترك؟ هاهو هو إيكغيك زائد واحد، غنعملو بيه، غيولي إيكغيك زائد واحد عامل جوج إكس زائد واحد تساوي 100. تافقي. ملي كتوصل لهنا كتقول خاصني نحدد قواسم عدد 100، يعني لو ديفيزور دي نومبغ 100، دي نومبغ 100. خاصني نحدد قواسم العدد 100، يعني ديفيزيون ديال النومبر 100، خاصني نحدد قواسم. فهمتوا؟ دابا قواسم العدد 100، فهمتوا؟ قواسم ديال العدد 100 زعما كيلو ديفيزيون ديال العدد 100، نقولوا خاص تحددهم هما الاولانيين. فهمتوا ليا؟ قواسم العدد 100 باش غنعرف حنا القواسم ديال العدد 100، غنقول شي حاجه غنضربها في شي حاجه تعطيني 100. فهمتوا؟ انا نشرح لكم بحال دابا نتعرف بحال دابا هادي كتساوي مثلا 50 في جوج، شحال 50 في جوج؟ واش هي 100 ولا لا؟ هي 100. إذا جوج اش كيتسمى جوج؟ قاسم للعدد 100، 50 انت واش كيتسمى؟ قاسم للعدد 100، و 100 كيتسمى مضاعف للعدد 2. متفقين ولا لا؟ إذا القواسم 100 في هاد الحالة شناهم؟ هما جوج و 50. فاهمين ولا كيفاش كتحددوا القواسم؟ شوف كيفاش كتحددوا لي ديفيزور، يعني ديفيزور ديال 100، ديال نومبر 100، يعني القواسم ديال عدد 100، يعني ديفيزور. اش كدير؟ كتشوف هادي كتحاول تقسم 100، كتحاول تقسم على شو؟ شوف واش عرفت 50، كدير بحق، كديرو لدينا قواسم عدد 100 كتكتبها، بالعربية كتكتب قواسم عدد 100، بالفرونسي اي اون لي ديفيزور دي نومبر 100 هي، وكترمز لها بحق دي ديال 100. واش قواسم موجبة ولا لا؟
كتشوف عندك في ان اذا كدير دي بلس يعني تقدر ديرها كاين اللي كيديرها كاين اللي كيديرها عندك ان قوس سبعة دمية الموجبة قالوا قوس سبعة دمية اش قلنا كاينة جوج خمسين كاين واحد ومئة لحقاش مية في واحد هي مية مية غنقسم على جوج شحال طين قلنا طين خمسين هاي درتها مية نقسم على ثلاثة ممكن مية نقسم على أربعة خمسة وعشرين اش كاين كاين أربعة خمسة وعشرين هادي هي أربعة هاي أربعة مية بلاش مية نقسم على خمسة شو شحال طيني هي عشرين كاينة خمسة وعشرين هادي فاصلة عندك تسحبو خمسة فاصلة عشرين هادو فاصلة ونقطة تعطي ملي كتوصل القواسم لهاد المئة اش كديرو ملي كديرو بحق ملي كديرو لدينا ديفيزور دي نومبر سون بلوس يعني قواسم هاد المئة الموجبة يعني لي ديفيزور دي نومبر سون بوزيتيف يعني ديفيزور بوزيتيف يعني موان ملي كديرهم اش كدير مساحة الصبور باش نكمل ليكم سمحوا لي مساحة الصبور باش نكمل ليكم مساحة الصبورة كديرو في طابلو انا غنشرح لكم كديرو في طابلو انا غنشرح لكم كيفاش غديرو في طابلو هادي سمحوا لي نعاود نكتبها نحاول نكتبها هنا ها باش تبقى لي هاي اي زائد واحد عامل جوج اكس زائد واحد كتساوي مئة هاي ها باش تبقى عندي مئة هادي مئة مئة هادي مئة هاي دابا غنمسح دابا الصبورة دابا خاصك تحدد اكس و واي يعني باش تحدد اكس و واي كتقول هادي خاصك تقول كتساوي يعني شنو هي سمحوا لي شنو هي هادي هادي كتساوي مية يعني هادي اما غتكون واحد العدد انا نشرح لكم تبعوا معايا ركزوا معايا ملي كتحدوا قواسم 100 اش كتقول هادي وهادي خاصهم يتجاوبوا احد قواسم العدد 100 هادي زائد هادي هادي كتساوي 100 يعني مثل ما فهم هادي 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 y بلس ا و x بلس ا خاصهم يتجاوبوا القواسم العدد 100 علاش حقاش هادي الا كانت كتساوي جوج علاش خاصها تكون كتساوي 50 باش تعطينا جوج 50 هي 100 واش خاصها تكون هادي كتساوي 50 هاد المفهوم شوف هادي الا عطينا جوج وهادي الا عطينا 50 50 شحال 100 ولا لا 100 ولا عطينا هادي 50 وهادي جوج 50 جوج واش هي 100 ولا لا هي 100 اذا هادي خاصها تكون 50 ولا هادي خاصها تكون كتساوي جوج اذا انت اش غنشرحو في جدول واحد غادي هنا y بلس 1 هنا جوج x بلس 1 وغنشاركو في طابلو واحد من الطابلو غنحاول نديرو خانات الخانة الأولى غنديرو جوج هادي صفر قلنا تكون جوج هادي 50 متافقين ركزو معايا هادي صفر تكون جوج هادي 50 ولا العكس صفر تكون هادي جوج وهادي 50 متافقين واحد مية يعني هادي صفر تكون واحد والأخرى مئة ولا العكس وحدة تكون مية والأخرى واحد ربعة خمسة وعشرين إما هادي صفر تكون ربعة وهادي خمسة وعشرين ولا العكس إما هادي تكون خمسة وعشرين وهادي ربعة ولا تقدر تكون هذه أربعة والأخرى خمسة وعشرين لحقاش أربعة في خمسة وعشرين هي مية إما تكون هذه أربعة وهذه خمسة وعشرين ولا العكس ولا هذه غتكون أربعة هذه خمسة وعشرين سمحوا لي ولا تقدر تكون عاوتاني أعطيك خمسة وعشرين هذه تقدر تكون خمسة هادي عشرين ولا هادي عشرين هادي خمسة متافقين دابا فاهمين لحد دابا في هاد الجدول ولا الجدول اللي درت اما هادي تبقى تكون جوج والاخرى خمسين ولا العكس ولا وحدة تكون مية وحدة واحد ولا العكس هادشي اللي درت في الطابلة متافقين دابا شنو غنديرو
غنجبد خانة تاع إيكغيك ونجبد خانة تاع إكس، كل وحدة فيهم غنجي دابا في الوسخ، في الوسخ غندير في حالة إيكغيك زائد واحد كانت تساوي جوج، إيكغيك شحال تكون كتساوي؟ جوج ناقص واحد هي واحد، يعني هي تكون واحد. وغندوزو في حالة جوج إكس زائد واحد تساوي 50، يعني جوج إكس كتساوي 50 ناقص واحد هي 49، يعني إكس كتساوي 49 على جوج. هاهي 49 على جوج، متافقين لحد دابا. وغندوزو لهاد، سمحولي العكس دابا. دابا في حالة هادي كتساوي 50، هادي كتساوي 50، إيكغيك زائد واحد كتساوي 50، إيكغيك شكتساوي؟ 50 ناقص واحد هي 49. دابا في حالة جوج إكس زائد واحد كتساوي جوج، يعني جوج إكس كتساوي جوج ناقص واحد هي واحد، يعني إكس كتساوي واحد على جوج، هاي واحد على جوج، متافقين. دابا نشوف حالة إيكغيك زائد واحد كتساوي واحد، إيكغيك زائد واحد كتساوي واحد، يعني إيكغيك شكتساوي؟ واحد ناقص واحد هي زيرو. في حالة هادي كتساوي 100، يعني جوج إكس زائد واحد تساوي 100، يعني جوج إكس كتساوي 100 ناقص واحد هي 96، يعني إكس كتساوي 99 على جوج، يعني هادا تكون 99. هاهي يا سيدي، بلاتي سناو 99 على جوج، هادي راه 99 لي مكتبهاشلي، سمحولي عاود نكتبها ليكم، هاهي عاود نوضحها ليكم، 99 على جوج. هاهي يا سيدي، هنا نكملو. حالة هادي كتساوي 100، إيكغيك شحال كتساوي؟ هي 99، باينة كلشي عارفة، باينة كلشي عارفة، باينة فيك كلشي عارفة فيك. حالة هادي كتساوي 100، هادي غتكون كتساوي، هادي كتساوي 100، يعني إيكغيك 100 ناقص واحد هي 99. حالة هادي كتساوي واحد، يعني جوج إكس زائد واحد كتساوي واحد، يعني جوج إكس كتساوي واحد ناقص واحد زيرو، يعني إكس كتساوي زيرو، هاهي زيرو. غنمرو لهاد الخانة هادي. في حالة إيكغيك زائد واحد تساوي 4، إيكغيك شكون كتساوي؟ 4 ناقص واحد هي 3، متافقين. في حالة إيكغيك زائد واحد كتساوي 25، ولا 10 كنساليو هاد الصف بعدا كي تحتاني، غنمرو بخانة بخانة. دابا هادي كتساوي 25، إكس زائد واحد تساوي 25، يعني إكس كتساوي 25 ناقص واحد هي 24، يعني إكس كتساوي 24 على جوج، غنسيبها في الكالكول. عطاتني هي 12، يعني هادي عطيني 12، هاي تخيل عطيني 12، عطيني هادي 12، هاي 12، متافقين. دابا غنمشي نكمل في حالة هادي كتساوي 25، إيكغيك زائد واحد كتساوي 25، يعني إيكغيك كتساوي 25 ناقص واحد هي 24. حالة جوج إكس زائد واحد كتساوي 4، جوج إكس زائد واحد تساوي 4، جوج إكس كتساوي 4 ناقص واحد 3، إكس كتساوي 3 على جوج، هاهي يا سيدي 3 على جوج. راه متافق لحد الفتش لي كدني ولا لا؟ متافق. دابا بقات لي في الأخرانية، في حالة هادي كتساوي 5، يعني إيكغيك شحال تساوي؟ 5 ناقص واحد هي 4، يعني إيكغيك زائد واحد كتساوي 5. في حالة جوج إكس زائد واحد تساوي 20، يعني إكس جوج إكس كتساوي 20 ناقص واحد 19، يعني إكس كتساوي 19 على 2، هاهي يا سيدي 19، سمحولي هاي 19 على جوج. في حالة إيكغيك زائد واحد كتساوي 20، إيكغيك شحال كتساوي؟ 20 ناقص واحد هي 19. في حالة جوج إكس زائد واحد كتساوي 5، يعني جوج إكس كتساوي 5 ناقص واحد 4، يعني إكس كتساوي 4 على جوج كتساوي جوج، هاهي جوج، متافقين. دابا حنا خاصنا إكس وإيكغيك كيف قلنا في اللول خاصهم يكونوا أعداد صحيحة طبيعية، يعني كينتميو إن، نقولو بما أن إكس وإيكغيك تنتميان إلى إن واستثناء هاد إن واستثناء راكم عارفين، يعني إن تاع إكس وإن تاع إيكغيك، فإن إس ك
كتساوي هي عدد الازواج كنبداو من الزوج اكس اش كيتبعو اي هاكا اكس فاصلة اي ازواج فين هو الزوج الاول اللي يكون صحيح طابق صحيح طابق 99 صفر اكس هو الصفر صفر 99 ثلاثة 12 يعني ادوب اكس عندو 12 ثلاثة اش كاين جوج 19 غنبداو بالجوج جوج 19 صافي هاكا ساليت هاد الأعداد هاكا ساليت هاد الأزواج تابقى الحال دابا فهادي ولا لا نتمنى واحد دابا تكونو فهمتوني فهاد المو فهاد فهاد المعادلة هادي بعدا كي باش ندوز لمعادلة أخرى المهم قبل ما ندوز لها واش فاهمين حد دابا معايا اللي ما فهمهاش كتب لي في كومونتير باش نعاود ندير شي مثال بحالها ونعاود نشرحو دابا غندوز ندير جوج أمثلة فهاد الشي دابا المثال الأول فاهم فيه غندوز للمثال الثاني سمحوا لي نمسح السبورة باش نقول على العملية الأخرى نمسح هاد السبورة باش ندوز للمثال الثاني في المثال الثاني اش عاطينا فيه عاطينا فيه سمحوا لي نشوف لكم المثال الثاني عاطينا فيه إكس إيكغيك عاطينا بحال هكا المعادلة اللي كتجي إكس إيكغيك حل في الزيت عطاك الزيت في الزيت يعني اش خاصك تذكر خاصة نذكر الأعداد الموجبة والأعداد سالبة عقل المهم هاي المعادلة إكس إيكغيك كتبها لكم بعدا كي زائد تلاتة إكس ناقص خمسة إيكغيك كتساوي نشوف واش كتساوي خمسة وتلاتة نتا دابا باش تحاول تعمل إكس هاي إكس عامل إيكغيك زائد تلاتة ناقص خمسة إيكغيك كتساوي خمسة وتلاتة تابقى الحال دابا في هادي ولا لا تابقى دابا اش كتقول كتقول هنا عند سيدي شوف اشنو عند الحدا الإيكغيك يعني خصني هنا خصني يكون واحد العامل المشترك بيناتهم شنو هو العامل المشترك اللي بيناتهم غيكون بينا اللي هو هاو كتب إيكغيك زائد تلاتة خصو يكون هو العامل المشترك بيناتهم كيقول اش عندي ناقص خمسة إيكغيك ناقص خمسة إيكغيك يعني المعامل تاع إيكغيك هو ناقص خمسة تعطي شنو هو العدد اللي خاصني نزيد واللي خاصني نقص خاصني نزيدو نقصو بحيث نعمل خمسة يعطيني تلاتة كتقول خمسة في تلاتة خمسطاش يعني هو خمسطاش كتقول غندير أسيدي زائد خمسطاش ناقص خمسطاش ولا ناقص خمسطاش زائد خمسطاش بحال 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 أسيدي مثلا درتي تا سيدي زائد 15 ناقص 15 هكا درتي يا سيدي اش كتقول كتقول لنا عندي ايكغيك زائد 3 يعني خصها تكون ايكغيك زائد 3 كتقول واش غنعمل بالناقص 5 كتقول ناقص 5 عامل ايكغيك عندك هنا زائد دير بحال كانت عندك هنا سيدي ناقص وهنا زائد عندك ناقص هنا تولي زائد 3 تعمل تعطيك ناقص في زائد هي ناقص ديرو بحال هنا كانت عندك اسيدي زائد هنا ناقص المهم انا كنشرح لكم بحال بديتو بحق بحال الاول بحال الاول بحال هكا غتعمل اسيدي ناقص ناقص خمسة عامل ايكغيك ناقص ثلاثة حيتاش ناقص ناقص هي زائد كتقول لك هنا عاطيني ايكغيك ناقص ثلاثة وهنا عاطيني ايكغيك زائد ثلاثة كتقول الوغ هادو خصني يتقادو غتولي هنا ناقص 15 هنا زائد 15 هنا تولي ناقص خمسة عامل ايكغيك زائد ثلاثة باش ناقص ناقص زائد تعطيني ناقص هادي بين التعبير كلشي كيعرف فيكم سو كي اسيون سماش كيعرفو التعبير تافقي الوغ هادي غنحاول نقص 15 ونزيد 15 غتولي اكس عامل ايكغيك زائد 3 ناقص 5 ايكغيك ناقص 15 زائد 15 كتساوي 35 يعني اكس عامل ايكغيك زائد 3 ناقص 5 عامل ايكغيك زائد 3 كتساوي زائد 15 انا عملت في ايكغيك شوف انا عملت ايكغي بقات زائد 15 هاي بقات زائد 15 في الاخر هاي زائد 15 تساوي 35 هاد 15 انا نصيفط للطرف الاخر يعني تولي 35 ناقص 15 اللي هي شحال اللي هي 20
يعني احنا مش هنعمل y ناقص 3 يعني y زائد 3 عام غتبقى x ناقص 5 كتساوي 20 صافي ملي كتصلي اش كتقول ولدينا قواسم 20 بحال هكا دابا اللي بغات تكون دابا بغات تكون هادي في هادي كتساوي شي خاصكم هادي كتساوي مثلا 4 وهادي 5 حطاش 4 في 5 هي 20 اولا العكس خاصكم هادي 5 وهادي 4 تشاطي كتقول 5 و 4 اش كيتسموا قواسم العدد 20 يعني لي ديفيزور دي نومبر 20 اللي هو 20 تشاطي ركزوا معايا دابا مزيان ركزوا معايا اش كتقول ولدينا قواسم العدد 20 هي كنتي خدام في ان غتقول القواسم الموجبه للعدد 20 دابا غدير قواسم العدد 20 هي التي تنتمي الى زد هي اف ولدينا يعني بالفرنسيس كتقول او اون لي نومبر دي ديفيزور دي لي نو لي ديفيزور دي اكتب لي ديفيزور دي نومبر 20 اي غادي دو بوان وترجع للسطر غادي بحال طيب دي شاشد ما غاديش بليس حقاش عندك الزيد تخدم في الزيد غنذكر الموجب والسالب غنذكرو 21 ناقص 1 ناقص 20 علاش حقاش الا كانت هادي ناقص 1 وهادي ناقص 20 ناقص 1 ناقص 20 ماشي هي 20 ناقص 1 ناقص 20 ماشي هي 20 دخلنا لكم بالله شوفوا نتوما هي 20 شافي مي واش كانت هنا مثلا ناقص 20 واش هادي غتكون ناقص 1 وهادي ناقص 20 ناقص ناقص هي زائد لا خاصها تكون هادي ناقص 1 وهادي 20 باش ناقص 1 20 تعطيك ناقص 20 هادي الا كانت هنا الناقص دابا عطيك دابا ناقص ما غديرش دابا لاحظ التيك كتشوف دابا 20 انا ذكرت كتشوف 20 مقسوم على 5 هي 4 يعني 4 5 حقاش 4 5 هي 20 ناقص 4 ناقص 5 جوج 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 هي 10 يعني غنديرو جوج 10 ناقص جوج ناقص 10 صافي كاين غير باش نتقسم على 3 ما يمكنش باينه ممكن صافي هادو هما الكيم المهم هادو هما الكيم دابا هادو غنشدهم غنحطهم بحال قويله في جهه في طابل نحطهم في طابل المهم دابا غنمسح دابا هاد السبوره هادي نمسح هادي نمسح هادي ونحاول نكتب هاد المعادله غنحاول نكتب هنا باش يبقى ليا ي زائد 3 عامل x ناقص 5 كتساوي 20 غنحاول نشاركهم في الطابل غناخد اول خانه y زائد 3 ثاني خانه x ناقص 5 ثالث خانه y رابع خانه x هاكا غنختار اول عدد 21 هاي 21 ثانيا لا غنسطر بحال كسمحوا لي هاد هاي 20 هاك غنسطر بحالك هادي خطاش تكون 20 هادي واحد هاك دابا ندوزو ناقص 21 ناقص 1 ناقص 20 خصني نديرها هاكا حقاش ناقص 1 ناقص 20 هي 20 هادي خطاش تكون ناقص 20 خصها تكون ناقص 1 لو كنت كانت هنا ناقص 20 اش كنت تخدم ناقص 1 كنت تخدم لنا 20 ماشي ناقص 20 باش تجيك ناقص 1 20 هي ناقص 20 اللي كاين هنا هادشي في حالة اللي كنعطيك هنا ناقص 20 نكمل دابا غناخدو الخانة التالتة 4 5 لا هاي 4 5 سمحولي 4 هاي 4 5 5 4 غناخدو هادي كتساوي 4 هادي كتساوي 5 ولا هادي كتساوي 5 وهادي كتساوي 4 دابا غندوز العدد السالبة غناخد ناقص 5 ناقص 4 في حالة هادي كتساوي ناقص 5 وهادي ناقص 4 في حالة العكس هادي كتساوي ناقص 4 وهادي ناقص 5 حقاش خطا تكون هادي كتساوي ناقص 4 وهادي تكون كتساوي ناقص 5 والعكس كذلك العكس حقا الضرب راه تبادلي متعرف دابا حنا معرفين شكون هو اللي كيساوي هذا واش هذا كيساوي واحد ولا هذا كيساوي 20 علاش كنديرو الحالات بحال اللي قلت كتفصل الحالات هادي ناقص 5 غتفيدها بجوج
جوج عشرة، عشرة جوج، ناقص جوج ناقص عشرة، ناقص عشرة ناقص جوج حق. ها هو سيدي إيكغيك حق، ها هو سيدي إكس حق، سطر سطر كبير حق 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 حق. المهم غنحاول نجبدو كل خانة نجيبو إيكغيك بي. هاد إيكغيك شحال كتساوي؟ هي واحد ناقص تلاتة، هي ناقص اتنين. إيكس شحال كتساوي؟ عشرين، هاد خمسة تصير في الطرف الآخر غتولي زائد عشرين، عشرين زائد خمسة. سمحوا لي، إكس ناقص خمسة شحال كتساوي؟ تكون عشرين. يعني إكس شحال كتساوي؟ عشرين زائد خمسة اللي هي خمسة وعشرين. هاي خمسة وعشرين، إكس زائد تلاتة ملي كتكون كتساوي عشرين. يعني إيكغيك، سمحوا لي، إيكغيك ماشي إكس، إيكغيك زائد تلاتة ملي كتكون كتساوي عشرين. إيكغيك شحال كتكون كتساوي؟ عشرين ناقص تلاتة. اللي هي سبعتاش. دوز هادي إيكغيك إكس ناقص خمسة كتساوي واحد، يعني إكس كتساوي واحد زائد خمسة ستة. نشوفو دابا هادي إيكغيك ناقص تلاتة كتساوي ناقص واحد، إيكغيك إش كتساوي؟ ناقص واحد، هاد ناقص تلاتة مرتين في الطرف الآخر بحال قلت إيكغيك زائد تلاتة كتساوي ناقص واحد، يعني إيكغيك كتساوي ناقص واحد ناقص تلاتة اللي هي ناقص أربعة. هاي ناقص أربعة، إكس ناقص خمسة كتساوي ناقص عشرين، يعني إكس كتساوي؟ ناقص عشرين زائد خمسة اللي هي ناقص خمسة عشر. غينا إيكغيك زائد تلاتة كتساوي عشرين ناقص عشرين، إيكغيك كتساوي؟ ناقص عشرين ناقص تلاتة اللي هي ناقص تلاتة وعشرين. إكس ناقص خمسة كتساوي ناقص واحد، يعني إكس كتساوي ناقص واحد زائد خمسة هي أربعة. إيكغيك زائد تلاتة كتساوي أربعة، يعني إيكغيك كتساوي أربعة ناقص تلاتة اللي هي واحد. إكس زائد خمسة كتساوي خمسة، يعني إكس كتساوي خمسة ناقص خمسة خمسة. إكس ناقص خمسة كتساوي خمسة، يعني إكس كتساوي خمسة زائد خمسة هي عشرة. إيكغيك زائد تلاتة كتساوي خمسة، يعني إيكغيك إش كتساوي؟ خمسة ناقص تلاتة. خمسة ناقص تلاتة شحال؟ هي جوج. إكس ناقص خمسة كتساوي أربعة، يعني إكس كتساوي؟ أربعة زائد خمسة اللي هي تسعود. إيكغيك زائد تلاتة كتساوي ناقص خمسة، يعني إيكغيك إش كتساوي؟ ناقص خمسة ناقص تلاتة اللي هي ناقص إيش؟ تمنية. إكس ناقص خمسة كتساوي ناقص أربعة، يعني إكس كتساوي ناقص أربعة زائد خمسة اللي هي واحد. دابا إكس إيكغيك زائد تلاتة كتساوي ناقص أربعة، يعني إيكغيك كتساوي؟ ناقص أربعة ناقص تلاتة شحال؟ هي ناقص سبعة. إكس ناقص خمسة كتساوي ناقص خمسة، يعني إكس كتساوي ناقص خمسة زائد الخمسة، حقاش هاد الخمسة غتصير في الطرف الآخر بحال كتقول هاد الخمسة غنجيبها قدام، ناقص خمسة زائد خمسة هي زيرو. إكس زائد تلاتة كتساوي جوج، إكس كتساوي جوج ناقص تلاتة اللي هي ناقص واحد عشرة. إكس ناقص خمسة كتساوي عشرة، إيش كتساوي؟ عشرة زائد خمسة هي خمسطاش. إكس زائد تلاتة كتساوي عشرة، إكس كتساوي؟ عشرة ناقص تلاتة اللي هي شحال؟ خد عشرة ونقص منها تلاتة شحال؟ هي سبعة. يعني إكس زائد تلاتة كتساوي عشرة، إكس كتساوي عشرة ناقص تلاتة اللي هي سبعة. إكس ناقص خمسة كتساوي جوج، إكس كتساوي؟ جوج زائد خمسة هي سبعة تاهي. إكس زائد تلاتة كتساوي ناقص جوج، إكس كتساوي؟ ناقص جوج ناقص تلاتة اللي هي ناقص خمسة. متفقين؟ إكس ناقص خمسة كتساوي ناقص عشرة، إكس كتساوي؟ ناقص عشرة زائد الخمسة اللي هي شحال؟ ناقص عشرة زائد خمسة هي ناقص خمسطاش، ناقص عشرة زائد خمسة. دابا إكس زائد تلاتة كتساوي ناقص عشرة، إكس كتساوي؟ ناقص عشرة ناقص تلاتة هي شحال؟ يعني ناقص تلطاش. إكس ناقص خمسة كتساوي ناقص جوج، يعني إكس كتساوي؟ ناقص جوج زائد خمسة اللي هي تلاتة. عدد كامل اللي حصل عليه واش كينتميو للزاد ولا الان؟ كينتميو للزاد، كينتميو للزاد. حنا بغينا كيكون كينتميو، حنا قالك في السؤال قالك حل في الزاد، في الزاد يعني في الزاد.
يعني غناخدو على المجاور السالبة الوغ اس شارج تكون خاصها تكون هي غنديرو بما ان قبل بما ان بويسك اكس ايكغيك ابارتيان ان زد او كاري فان اس اش غتكون ها اس غتكون غنذكرو 25 ناقص جوج 6 17 ناقص 15 ناقص 4 راه كنذكر السالبة والموجبة بصح هادي شوف ناقص 15 ناقص 4 4 ناقص 23 4 ناقص 23 10 1 سعود جوج واحد ناقص ثمانية راك ناخد اكس ايكغيك اكس تساوي زيرو ايكغيك ناقص سبعة اكس تساوي خمسطاش ايكغيك تساوي ناقص واحد x تساوي 7 y تساوي 7 x تساوي ناقص 15 y تساوي ناقص 5 x تساوي 3 y تساوي ناقص 13 يعني ها هادو كاملين الحلول هادو كاملين الحلول تاع المعادله متفقين ولا متفقين دابا نكتفيو بهذا القدر هذا في الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول نزيد لكم تمارين أخرين تمارين أخرين حول المعادلات حول المعادلات حول المعادلات ديال القاسم المشترك والمضاعف المشترك أكبر إن شاء الله هيون هيون ندمات إن شاء الله يلاه خليكم دابا في أمان الله.